الفقرة دي عايزين نتكلم فيها عن أبطالنا البارالمبيين واستعداداتهم كمان لمنافساتهم القادمة إن شاء الله، ول يعني بارالمبيات باريس والشغل اللي هم بيعملوه من دلوقتي لغاية لما إن شاء الله نوصل لبارالمبيات باريس والمتوقعين منهم بقى، لأن إحنا إن شاء الله عايزينهم كمان يحققوا نتائج أكبر بكتير من اللي حققوها في طوكيو، وبإذن الله ده يحصل شغل كبير جدا ويعني دعم كبير جدا موجود وثقة كبيرة جدا وإرادة أكبر كمان هي تقريبا المتحكمة في كل ده. خلينا نعرف كل ده من خلال طبعا ضيفنا العزيز كابتن شعبان الخطيب عضو اللجنة البارالمبية والبطل السابق في ألعاب القوة. بونجور يا كابتن، وبجد والله سعداء بوجودك معانا حقيقي والله. حضرتك وتشرفت بيكم يعني. ده الشرف ليا احنا وسعادة اتحققت بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك والله. خلينا في البداية بعد اذنك ندي بس ايه ده بريف تعريف بسيط للناس اللي بيتابعونا عن خلفية حضرتك الرياضية، كنت بتمارس انهي رياضة تحديدا في ألعاب القوة، واهم الانجازات اللي انت شخصيا حققتها قبل ما تنتقل بقى للعمل الاداري. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللعبه اللي انا يعني تفوقت فيها وحبيتها وحبيت ان انا امارسها هي العاب القوه، والتخصص في العاب القوه بالذات الرمي، وهي دفع الجله. والحمد لله بدات العب رياضه والعب العاب القوه من سنه 92. 93 لعبت بطولة إفريقيا، 94 لعبت بطولة العالم في برلين. حققت فيها بالسرعة دي سنة واحدة بطولة يعني إفريقيا. الحمد لله بتبقى فيه إمكانيات الجسمانية بتاعت اللاعبين، لما بيبقى فيه إنسان مؤهل إن هو يتفوق بتبقى المواصفات اللي هي الرياضية بتبقى مؤهلة، بتبقى الحاجات اللي هي البسيطة اللي ممكن تتبلور مع الجهاز الفني يقدر يحقق البطل الإنجاز اللي يتشرف به إن هو يحققه لبلده يعني. لعبت بطولة العالم في برلين 94، و95 لعبت بطولة إفريقيا، وكانت بقى كان كل ده بستعد عشان ألعب الدورة البارالمبية أطلانتا 96. حققت فيها برونزية، رئاسة الدولة ادتني وسام الرياضة وادت للفريق كله، لأن احنا كنا ألعاب القوة 17 لاعب رجعنا ب 17 ميدالية ما شاء الله، وحققنا أرقام مميزة أشاد بيها الشعب المصري والعالم كله بالإنجاز. 97 لعبت بطولة إفريقيا، و98 لعبت بطولة العالم في إنجلترا في برمنجهام، حققت برضو المركز الرابع في دفع الجلة، وبدأت ان انا يعني احس ان انا يعني اطاري ان انا ابدا اشتغل في الجهاز الاداري، وان انا ابدا اشوف الشق الاداري، لان انا بكالوريوس تجارة، ماجستير في ادارة الاعمال، وامين عام كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ. فالشق الاداري حسيت ان انا عايز اضافة ان انا اضيف فيه، فكان الترشيح ان انا اخش انتخابات اللجنه البارالمبيه السابقه، وان انا انجح وان انا اكون عضو في اللجنه البارالمبيه، واتشرف ان انا مثلت مصر وانا لاعب، وان انا بمثل مصر دلوقتي وانا في اللجنه البارالمبيه ممثل كعضو مجلس اداره، اقدر اضيف للرياضه البارالمبيه. يعني انا من الحاجات اللي انا بسعى اليها الشيء اللي انا ما قدرتش ان انا احققه وانا لاعب، اتمنى وانا مسؤول ان انا اقدر اضيفه للابطال البارالمبيين، لان احنا ساعه ما بنبقى رايحين بنمثل علم مصر ده استاذ كريم حاجه تانية خالص. ان انت ترفع علم بلدك في المحفل الدولي اللي انت بتمثل فيه ده بيبقى شعور رائع بالنسبه للرياضي. يعني انتوا اصلا يعني بتمثلونا وبترفعوا علم مصر واسم مصر في تقريبا معظم المحافل الدوليه، وبتجيبوا لنا كمان، وده اللي عايزه اقف عنده شويه لانها حاجه انا وكريم لاحظناها واتكلمنا عنها اكتر من مره ولسه لحد دلوقتي مش فاهمينها. انتوا اصلا اللي بتجيبوا لنا اعداد ميداليات اكبر بكتير من الاولمبياد العاديه وابطالنا اللي بيشاركوا في الاولمبياد، فليه دايما البارالمبيين بيجيبوا او بيحصدوا او بيركزوا اكتر في البطولات الكبيره وبيحصدوا يعني عدد ميداليات اكبر؟ حقيقي نفسنا نفهم ليه. هي نقطة واحدة بس، إذا بتبقى داخلة ذريعة جوانا إحنا كأبطال بارالمبيين، إن نثبت للعالم ونثبت للي بيشوفنا إن مفيش حاجة اسمها إعاقة. صحيح. الإعاقة دي أنا بعتبر الإعاقة اللي عند الإنسان هي الطاقة اللي بتدفعه إن هو يحقق ذاته. إحنا بالنسبة لنا لما كلام حضرتك الجميل والرائع بيتوقف لجزئية واحدة بس،
لما بنيجي واحد انا بعتبر الاعاقه اعاقه ذهنيه اللي في الراس بس، اما بالنسبه لنا احنا كواحد اعاقه طرف اطراف معينه، انا معلش يعني كل ذوعها جبار. انا بعتبر المثل ده حقيقي. جبار في ايه؟ جبار في ان هو يثبت للناس كلها. يعني انا مثلا عندي الاعاقه وانا مثلا صغير، عايز اقول للي حواليا كلهم برياضتي وان انا احقق واجيب ميداليه بارالمبيه، ميداليه اولمبيه، ويجي رئيس الدوله يكرمني في رئاسه الجمهوريه ويديني وسام الرياضه وتبدا البلد تهتم بالفئه ديت. احنا معلش يعني الفترات اللي احنا بنعيشها دي ازهى فترات تخص ذوي الهمه. ليه؟ بقى لها كذا سنه كمان. القياده السياسيه، يعني انا شاركت من اتلانتا 96، وهنا احنا الفترات اللي احنا بنمر بيها حاليا بقت حقوق، حتى المكافاه بتاعت الميداليه دلوقتي، يعني احنا كنا بنلعب كان المعاقين بياخدوا مكافاه والاسوياء بياخدوا مكافاه. حاليا القياده السياسيه ووزاره الشباب يعني ادت اطار ان مفيش تفرقه ما بين البطل البارالمبي والبطل الاولمبي. هو ده جميل جدا من ناحيه، ومن ناحيه تانية الجزء الحزين الوحيد في الكلام ان الحاجه دي اتحققت متاخر قوي، الكلام ده كان لازم يكون من بدري قوي. طبعا اكيد كل الشكر، لكن احنا وبالذات فيما يتعلق بملف البارالمبيين وابطالنا البارالمبيين نتيجه الانجازات، ما فيش مره في دوره بارالمبيه عندنا ابطال بيسافروا او بعثه بارالمبيه مصريه بتشارك غير لما بترجع وهي مشرفانا بكل ما تحمله كلمه من معنى. ليه دايما بنستنى لما القياده السياسيه، لما السيد رئيس الجمهوريه شخصيا يتحرك تجاه ملف ما فنبتدي كلنا كدوله نتحرك؟ ليه ما بيحصلش ده من الاول، من الكيانات المعنيه، الوزارات المعنيه؟ شوف حضرتك، يعني احنا دلوقتي بقى فيه يوم مخصص في السنه اللي هو قدرون باختلاف. أيوة. بيتم تنفيذه، الرئيس بيحضر اليوم ده. طب. ادى انطباع زي الكلام بتاع حضرتك الجميل ان اشمعنى الاول ما الرئيس بيدي اهتمام للجزئيه دي نبدا نتحرك. هي القياده السياسيه لما بتدي شايفه ان احنا دلوقتي اهوت الابطال دي اللي بتحقق، زي ما الاستاذه نهاوند قالت يعني انتوا بتحققوا اكتر من اللي هم الطبيعيين العاديين. انا قلتها بجمله واحده بس، ان انا يا جماعه الاعاقه طاقه عندنا احنا زي ما الحقيقة. يعني انا كنت رئيس بعثة. نفس المبدا ده، يعني نفس الحافز ده والدافع ده موجود عند الابطال البارالمبيين الاخرين اللي من دول تانية بتشارك في نفس الدوره البارالمبيه مثلا، برضو المصريين بيتفوقوا، اشمعنى؟ انا هقول لحضرتك حاجه وانا عشتها. احنا لما بنيجي كالمصريين، المصري نفسه، يعني انا بقولها المصري نفسه بيبقى عنده تمثيله لبلده يعني حاجه كبيره قوي. انا بحسها، انا دموعي بتنزل لما بكون علم مصر بيرفع. ليه؟ لان انا لما بحس ان انا علم بلدي بيتفوق على اعلام البلاد التانيه ديت، انا بحس بشعور لا يوصف، ولذلك الحميه بتاخدني. يعني انا مثلا على سبيل المثال كنت رئيس بعثه مصر لالعاب القوى اللي شاركت في الجائزه الكبرى في ايطاليا الشهر اللي فات. انا وجودي انا كبطل بارالمبي سابق وان انا اكون دلوقتي رئيس بعثه متواجد، كان ليا شعور مختلف جوه الملعب. يعني في اغلب اللي احنا كنا بنشوفه وكان بيمثلني لما كنت بلعب، رئيس البعثه ما بيبقاش قريب جدا جدا للاعب المصري او اللاعب اللي هو رايح مع البعثه. سيادتك انا كنت مش رئيس بعثه، انا كنت لاعب طبعا. ومشجع وداعم. ليه؟ لان انا الشعور ده انا حسيته قبل كده. فاللي انا كنت بتمنى ان رئيس البعثه اللي كان معايا يتعامل معايا، انا بدات ان انا اتعامل مع اللعيبه بتاعتي اللي انا واحد منهم، اللي انا جزء منهم، وان احنا نرجع ب 11 ميداليه رغم ان كان التعود مش هنجيب الميداليات دي، ولكن اللي اعادي مع الجهاز الفني واعادي مع اللعيبه وحسهم ان احنا لازم نرجع باكبر كم ميداليات نرفع بيه رصيدنا العالمي، وندي نهدي الفوز ده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير وزاره الشباب ممثله الشعب المصري. ما هو الشعب المصري ده هو الاساس. ان انت حضرتك بتقولي له احنا الفئه ديت، الفئه اللي هي لما بتاخد التمكين بتقدر تدي اكتر واكتر. صحيح. يعني احنا مثلا فينا كمعاقين فينا دكاتره وفينا مهندسين وفينا اطباء وفينا جميع التخصصات. احنا بنقول للعالم كله
احنا قادرين ان احنا نكون، مش هقول ساعات بنقول زي الاسوياء، لا انا في لحظات عندي تتفوق. بقول ان انا هتفوق على الاسوياء، لان انا عايز. هو في اسوياء يا كابتن شعبان، عفوا اقطع كلامك، يعني معاقين في الاراده. ما هي الاعاقه هي اعاقه اراده، ما انا ممكن اكون كامله ما عنديش اي مشكله، لكن انا مؤمنه ان انا لا اصلح لشيء، فده محبت. انا كده معاق في فكري، معاق. فيعني ده اللي نزعل عليه على فكره، مش ولذلك حد تاني. ولذلك قلت المعليكي ان انا ايه، يعني بالنسبه للمعاق، الاعاقه اللي في الذهن ده اللي بتقدر، اللي هي ما بتخليش عنده الاراده. احنا في اللجنه البارالمبيه اللي اول ما انتخبنا، معلش احنا عندنا لجنه بارالمبيه حاليا ثلاثه فيهم ممثلين من ذوي الاعاقه. حلو. يعني ديت يعني يعتبر احنا ثمانيه بندير المنظومه الرياضيه البارالمبيه، ثلاثه منهم من ذوي الاعاقه. التمكين اللي احنا بنتمكنه ده في داخل جميع المؤسسات، انا شايف هتبقى إضافة كبيرة جدا جدا، إن المعاقين هم اللي بيقودوا الملف بتاعهم، لأن هم حاسين بأهمية طبعًا. هذا الملف طبعا مليون في المية. صحيح صحيح، دي حاجة مهمة جدا. وبعدين كمان يعني التلاتة دول هيكونوا أكتر تلاتة لامسين نمط حياة اللعيبة واحتياجات اللعيبة. بالمناسبة، هل بعد الدعم الواضح والصريح والكبير والقوي من السيد رئيس الجمهورية للأبطال البارالمبيين وللملف ده بشكل عام، إلى جانب، ودي طبعا خطوة حلوة جدا، فكرة أن يبقى مكافأة الفوز بأي ميدالية متساوية ما بين اللاعب البارالمبي والأولمبي، إلى جانب التفصيلة دي، هل في أوجه دعم تانية استجدت نتيجة دعم القيادة السياسية للأبطال البارالمبيين؟ بدأت تظهر القيادة السياسية لما دعمت الملف ده، بدأت بيتبرمج بيتبلور تمام بوزارة الشباب. وزير الشباب، احنا معلش جميع المنتخبات البارالمبية كلها فيها تمام، يعني احنا عندنا ألعاب قوة، وعندنا رفع أثقال، وعندنا باسكت، وعندنا باسكت لسه جاي من واخد بطولة العربية في دبي، يعني عندنا كرة طايرة، عندنا سباحة، يعني عشان ما ننساش الألعاب، احنا كل ديت المنتخبات ديت بدأ الاهتمام بيها انها في معسكرات حاليا، وبدا ان الاهتمام عشان احنا عندنا عرس كبير جدا جدا جدا، وهي الدوره البارالمبيه بباريس 24. كل الاستعدادات من الدور طوكيو اللي فاتت لحد ما نيجي لباريس، دي كلها استعدادات عشان نظهر بشكل مشرف ونرجع امجادنا. يعني على سبيل المثال، انا قلت لسيادتك دلوقتي في اتلانتا كنا جايبين 17 ميداليه العاب القوى، احنا النهارده في طوكيو ما كناش جايبين ولا ميدالية في ألعاب القوة. ليه؟ بدأت ألعاب القوة اللي كانت عاملة 17 ميدالية، ما فيش ولا ميدالية في طوكيو. لما جه مجلس إدارة اللجنة البارالمبية ممثل بقيادة الدكتور حسام الدين مصطفى، وأنا بشكر هذا القائد لأنه قائد ملهم بالفعل، يعني بمعنى لأن هو جوه المطبخ البارالمبي من 91، وممكن من فترات طويله، فحاسس بكل الامور الاداريه والفنيه، كل حاجه ما يخصها ممثله في الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه. بدانا ان احنا نقول اول ما جينا للجنه الجديده اداني ملف العاب القوى، فبدانا ان احنا دلوقتي اهوت نشكل جهاز فني مختلف خالص، جهاز فني للفريق، نبدا نشوف الشباب اللي هو النشئ الصغير اللي ممكن يكون داعم. مش بقصد حضرتك ان هو لازم يكون في الدوره البارالمبيه في باريس، هي باريس هي نواه مرحله طبعًا. يعني طبعًا. انا بقول دلوقتي لما الالعاب القوه في ايطاليا في الجائزه الكبرى نجيب 11 ميداليه، مش معناه ان احنا في بطوله العالم اللي هتتلعب الاسبوع اللي جاي في باريس برضو، ودي حته جميله ان بطوله العالم لالعاب القوه تتلعب في باريس، والدوره البارالمبيه هتتلعب في باريس، فاحنا النهارده هتلعب في نفس الملاعب اللي انت هتلعب فيها السنه الجايه. دي هتتم من 5 ل 15 5 ل 15 7 فريقنا لالعاب القوه او المنتخب بتاعنا ممثل بست لاعبين. ست لاعبين دولت عناصر واعده، يعني قلت لحضرتك يا استاذ كريم ان انا مش يعني العناصر اللي هي كبرت في السن وما قدرتش انها دي، احنا نواه المنتخب دلوقتي براعم، يعني لسه بادئين، فاحنا عندنا بنمثل بسته، ثلاثه منهم عدو وثلاثه رمي. الثلاثه العدو والثلاثه الرمي
انا بوعد حضراتكم ومش وعد ديكتور ده، احنا في الدوره البارالمبيه اللي جايه هيبقى عندنا مثلا ميداليه او اتنين نجيبها في العاب القوه. لما نيجي نقول في الدوره البارالمبيه اللي بعد كده بعد 4 سنين انا بعد منتخب بقى نرجع لعهدنا السابق ان احنا يكون عندنا 20 ميداليه او 17 ميداليه زي ما كنا عاملينها في اتلانتا. ده كانت كام اتلانتا سنه كام؟ 96. ايه سر النجاح وقتها بهذا الشكل؟ يعني رغم ان زي ما حضرتك كنت بتتكلم ما كانش في اهتمام كبير بهذا الملف، لكن رغم كده برضو حصدنا فعلا لاول مره عدد غير مسبوق وما تكررش لحد دلوقتي حتى. يعني انا اقول لحضرتك كانت مثلا على سبيل المثال المكافاه بتاعه الميداليه في اتلانتا كانت 50,000 جنيه. ده كان الداعم يعني؟ لا مش ده انا بدي لك صوره اهوت حضرتك، مش ان هي داعم يعني. 50,000 جنيه. النهارده اللي بيجيب ميداليه بره البيع 1,000,000 جنيه. طب ده كلام شوف حضرتك عظيم. يعني معلش لما يبقى 50,000 ومليون جنيه يعني المفروض النهارده يبقى فيه اهتمام اكتر. والاتحاد بياخد قد ايه بقى من المكافاه؟ لا اللاعب بياخد بياخدها كلها قافيه صافي. يعني ده حصلت في طوكيو في طوكيو في الدورات اللي قبل كده مليون جنيه بعد ما تساوى الاسوياء مع المعاقين. لما كان عندنا البطل كرم جابر في الاسوياء وحقق ميداليه في اتينا بدا النهارده ان هم خدوا المليون، بدا يبقى فيه اهتمام ان البطل ده يتساوى بالبطل. هو المفروض فعلا يتساوى يعني بالبطل. طب ده طب طيب انا عايز برضو انا ونهواند نستغل يعني فرصه ان حضرتك منورنا النهارده، واحنا مش معانا ضيف عادي، احنا معانا بطل يعني بارالمبي. كتير جدا من الاسر اللي ممكن تبقى بتتابع حلقات البرنامج ده، البعض منهم ممكن يبقى عنده اطفال من ذوي القدرات الخاصه، ايا كان نوع وحجم وشكل الاعاقه، انا عايزين من حضرتك كلمه توجهها للاهالي دول، عشان لان في بعض الاحيان بيبقى في اهالي برضو ايه منغلقين قوي، بيخلوا ولادهم منغلقين على نفسهم، مش منفتحين على المجتمع، مش بيخلوهم يمارسوا رياضه من منطلق من زاويتهم هم رؤيه الموضوع، عشان ما يتعرضوش لاي شكل من اشكال التنمر مثلا. فتقول ايه للاهالي دول؟ هقول لهم تجربتي، مش هقول يعني مش هقول كلام مرسل، لا ده انا بقول تجربتي. انا من محافظه كفر الشيخ، من قريه اسمها مسير. القريه ديت قرية بتبعد عن المحافظة، ورغم ذلك أنا عندي إعاقة، وممكن التصور أن أنا خلاص أفضل مقفول عليا داخل القرية. لا، أنا بدأت أن أنا أخرج من هنا وأروح نادي. النادي ده كان يعني معلش غرفة تحت المدرجات. بدأت أتمرن، بدأت أظهر، عندي بعض اللاعبات اللي البنات اللي هم ما كانش لهم تمثيل سنة 96 برضو من قريتي. بدأت ان انا وممكن يكون فيها ان الناس زي ما حضرتك بتقول قرية وريف، ازاي بنت تخرج من القرية. بدأت ان انا اقنع الاسر وان انا اخدها تيجي تلعب رياضة، بدأت تلعب. تعلم ان حضرتك في خلال 3 سنين ان انا خليها تشارك، راحت سافرت بطولة العالم في برلين في ألمانيا، جابت ميدالية ذهبية وفضية. يا سلام. الكابتن زكية عبدين. إن قلت لحضرتك طب ده تصور إيه؟ ما بال حضرتك ده أنا بقول الكلام ده من سنة 93 و94، إحنا النهارده في 2023. فبدأ فيه وعي والثقافة بتاعتنا، إحنا كلجنة بارالمبية معلش متشعبين داخل المحافظات، بمعنى بندي الدعم لكل الأندية اللي موجودة في محافظات الجمهورية كلها، وبندي الدعم بناء على التمثيل بتاع النادي في الرياضة عندنا. يعني انت هتشارك ومشاركاتك فاعلة وبدأ في عناصر، وان انت تجيب شباب ناشئ صغير نبدأ عشان دمة الواعدين بالنسبة لنا احنا يعني الجزئية دي. فانا بقول لكل ام مصرية واب مصري اخرج، مش التفوق ممكن معلش انا يعني في حتة بلاقي في تفوق عندنا في ذوي الهمم بيتفوق علميا ورياضيا، تيجي تقول ازاي تجمع ما بين دي ودي؟ انا الحمد لله جمعتها. انا كشعبان انا الحمد لله امين كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، ناجح اداريا الحمد لله بفضل الله، واخد الموظف المثالي على مستوى الجامعة. لاقي لها وقت ازاي اصلا كلية الصيدلة في وسط بطولات العالم والدورات البارالمبية اللي انتوا رايحين جايين منها؟ ش ش انا يعني ممكن في التوقيت ده لان انا بالنسبة لي اللجنة البارالمبية بقى لي سنة ونص. ولكن في الفترة اللي انا كنت بطلت الرياضة ديت فابرزت العمل الاداري داخل جامعتي كفر الشيخ.
وعندي انتهز الفرصه ان انا اشكر قيادات جامعه كفر الشيخ لانها هي داعمه ومسانده لان يكون فيه بطل بارالمبي داخل جامعه كفر الشيخ، فده يعني انا شرف ليا وشرف لمحافظتي وشرف لجامعتي يعني. ايوه بس انت فرضت ده برضو كابتن شعبان يعني بمجهودك وبنجاحك، فيعني اكيد برضو ده يحسب ليك بشكل كبير جدا. اعطاء الفرصه طبعا نشكر عليه المسؤولين، ولكن انت تستحق ذلك، هي دي النقطه لازم برضو نبقى مراعينها يعني. ده انا بشكرك عليها لان مش كتير يستوعب المصطلح البسيط اللي انت قلتيه، لان ليه معاني معاني بقى لها مدى بعيد ولها رؤى كبيره. ولكن انا بقول لحضرتك كفر الشيخ، معلش يا استاذ كريم، واعده بالابطال. يعني احنا معلش كنا سته في دوره اطلانتا ودوره سيدني، واضح ان قريه حضرتك لوحدها قريتي معمل، لا فيها خمسه معمل انتاج يعني بالأبطال. شعبان الخطيب، كابتن مطوع ابو الخير، كابتن زكيه، كابتن عزيزه كامل، عناصر واعده، كابتن امل ابو الخير، الكابتن الكحلاوي، كل ده من قريتي. فلذلك ساعات بقول يعني اقول المفروض يعملوا دوره بارالمبيه عندكم في القريه، في القريه بتاعتنا. كنا حابين نكلم حد منهم كابتن زكيه او غيره، يا ريتك مع الاعداد نسقتها، كنا حابين نسمع منهم كمان يعني نسمع لو كان ينفع بقى، مش عارف دلوقتي طبعا متاخر. يعني احنا بالنسبه لنا يعني من الحاجات اللي انا بسعى اليها دلوقتي ومع اللجنه البارالمبيه ان احنا دلوقتي يكون في كل الاتحادات، احنا عندنا اتحادات يعني احنا دلوقتي في اتحادات مش اتحادات مستقله يعني احنا دلوقتي في عندنا اتحاد الطايره، كره الطايره بقى مستقل، احنا اتحاد زي اللعبه اللي انا بنتمي اليها واللي انا اتشرف ان انا اكون بطل العاب القوى. عايزين اتحاد، بنسعى دلوقتي كلجنه بارالمبيه مع وزاره الشباب ان احنا يبقى في استقلاليه لاتحادات العاب القوى، واتحاد لرفع الاثقال، واتحاد للسباحه، واتحاد للباسكت. انت حضرتك الحته اللي انا بتكلم فيها البسيطه دي لها رونق تاني مختلف خالص، اللي هي ايه؟ لما يبقى لها عندنا اتحاد خاص بالعاب القوى، الاتحاد ده رئيس وله مجلس ادارته وهو اللي بيدير نمط اللعبه دي بس. اتحاد لرفع الاثقال، واحنا معلش انتهز مش عشان ان انا العاب القوه ما اتكلمش، انا بتكلم دلوقتي بصفتي عضو اللجنه البارالمبيه وليس العاب القوه. احنا عندنا ابطالنا لرفع الاثقال، انا فخور من هذا المنبر ان انا اشيد بالتاريخ والانجازات والميداليات اللي بيحققها فريقنا عمالقه رفع الاثقال، رجال وسيدات الحقيقه، رجال وسيدات. النجاح ناتج من هنا ايه يا استاذ كريم؟ ناجح ان الجهاز الفني بتاعهم كله معاقين. اوكي يعني طبعًا. انا طبعًا. انا بحط نقط جميله قوي، الصوره واضحه. فبمعنى ايه يعني؟ احنا جميع اللي الجهاز الفني بالكامل من ذوي الهمه. بس انا عندي سؤال كابتن شعبان، يعني هل دلوقتي الموضوع مش واخد حيز من الاهتمام بشكل كبير طالما الاتحادات او كل الرياضات دي تحت مسمى واحد او امبريلا واحده؟ يعني حضرتك شايف ان لو تم تجزئتهم وتقسيمهم لاتحادات مختلفه ده هيدي نتائج افضل؟ كتير. هل ده في مثلا تكلفه زياده فربما لسه الخطوه دي مش في حيز التنفيذ؟ يعني خلينا نعرف ايه المعوقات ان كل رياضه يبقى ليها اتحاد خاص بيها زي الرياضات العاديه. مش معوقات، هي في بعض في الاتحاد الدولي بيبقى فيه استقلاليه لبعض الاتحادات، ده خلاص مستقل وده على المستوى العالمي. احنا دلوقتي بنسعى بان انا بسعى واللجنه البارالمبيه ان هي بتسعى دلوقتي، لان المظله الكبيره بتاعتنا هي اللجنه البارالمبيه اللي انا عضو مجلس اداره فيها. انت عايز بقى تقسمه من اتحادات، نتقسم وتبدا دي تتحد، يبقى كل اتحاد بينجح باللعبه بتاعته. طب وده اللي حاصل بارالمبيا على مستوى دول العالم؟ في دول العالم بتبقى خلاص الاتحادات ديت كلها مستقله بيه، لان لما بيبدا بالمستقل ده معلش بتبقى بتدي تركيز اكتر على اللعبه يعني. لان احنا مش بنقول ان احنا مقصرين كلجنه بارالمبيه لجميع اللعبات، لا، احنا عندنا وزاره الشباب، معلش الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، لكل لعبه وكل امتياز وكل حدث. يعني على اساس احنا عندنا ابطالنا اللي جايين لسه من فريق الباسكت وفريق العاب القوى اللي كان في ايطاليا، وعندنا دلوقتي يومين ثلاثه رايح ابطالنا العاب القوى فريقنا رايح يمثلنا في باريس بطوله العالم، وعندنا الباسكت رايحين بطوله العالم في دبي.
وعندنا فريق الصم رايحين ماليزيا بطولة في شهر 9. دي كلها منتخبات، كل ده عندهم استعدادات، وده معسكر وده بيأدي وده بيأدي. بس يعني اللجنة اللي حضرتك عضو فيها زي ما بتقول لنا مش كافية ان هي تقود هذه الرياضات المختلفة؟ يعني خلينا نفهم، هي كافية واحنا شغالينها طبعا، امال ايه المشكلة؟ بس احنا انا بقول كل اتحاد لما بيستقل هيبدأ فيه انجازات اكتر، مش ان احنا بنقول في تقصير، لا الكل كل يعني لما يبقى معني بذاته، يعني بمعني بذاته. احنا عندنا دلوقتي اتحاد يعني لألعاب القوة، اتحاد لرفع الاثقال، اتحاد، وكل ده من خلال مين؟ يعني انا هقول لحضرتك احنا عندنا اتحاد للشلل الدماغي مثلا، واتحاد للطايره، هو تحت مظله ايه؟ تحت مظله اللجنه البارالمبيه برضه. اشمعنى دول عندهم؟ ما هم دي اتحادات استقلت وعملت اللي دي والاتحاد. يعني انتوا تقدروا في احنا بنسعى دلوقتي يعني تقدر كل رياضه تستقل بذاتها وتنشئ اتحاد خاص بيها اتحادها. ولما ينشئ الاتحاد ده كل ده منصب تحت مظله برضه اللجنه ايه؟ ومين هيصرف على الاتحادات دي برضه عشان الصوره دي؟ وزاره الشباب ولا اللجنه البارالمبيه؟ طب ما ممكن تكون، يعني انا بحاول افهم ممكن، او ده حاجات ممكن تيجي في ذهن البعض، انا مش بقول ده مش من حقكم بس بحاول افهم، هل ده ممكن يكون عبء اضافي على وزاره الشباب والرياضه، خاصه احنا بنتكلم ان انتوا مش بتدفعوا او المعسكرات والبطولات اللي بتشاركوا فيها اكيد مش من جيبكم الخاص، صح كده؟ بتبقى ممثله من اللجنه البارالمبيه ووزاره الشباب والرياضه، الميزانيه بتاعت اللجنه. فهذه الميزانيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي معنيه، ممكن بعد كده لما هنقسم اتحادات يكون في يعني متطلبات ماليه اكتر فتؤثر على اللعيبه، يعني حضرتك فاهم قصدي؟ هتبقى بسيطه، يعني هتبقى فيه، يعني النهارده اللجنه البارالمبيه بتاخد دعم 10 قروش. ال10 قروش اللي بتاخدهم ده بتصرف على الاتحادات ده. احنا لو قلنا النهارده الاتحادات بقت فيه استقلاليه في الاتحاد ده وفي الاتحاد ده، تقدروا تجيبوا سبونسرز مثلا ليكم؟ ما هدي الرياضه يا فندم بقت دلوقتي استثمار. اكيد والاستثمار، ولازم تجيب معلش اللي هم الرعاه ونبدا نسعى. ما هو احنا دورنا ايه كلجنه بارالمبيه؟ بنشتغل من خلال ذلك. انت مش هتقف على الدعم اللي بيجي لك من وزاره الشباب وخلاص، فهتبقى صعب ان انت تصرف على الالعاب دي كلها. ولكن بنسعى ان احنا برضو من خلال ده لما نعمل استقلاليه للاتحادات، انا بوعد حضراتكم هيبقى فيها تمثيل على الاقل شيء. إن بس حتى هتبقى بقى في اللجنه البارالمبيه ولا هتبقى عضو او احنا عندنا اتحاد؟ عندنا بعض معلش عندنا ممثلين في اللجنه البارالمبيه، رؤساء اتحاد، يعني عندنا يعني تبقى هنا وهنا بقى. عندنا المهندسة أمل مبدة رئيسة الاتحاد للعقاقات الذهنية، قابلناها أكثر من مرة طبعا، وعضو مجلس إدارة. ان شاء الله اللي انتم بتخططوا له يتحقق قريب ويجيب نتائج بس كمان، وتنجحوا اكتر واكتر وتشرفونا اكتر واكتر. نورتنا وشرفتنا النهارده كابتن شعبان، بنشكرك على وجودك معانا. اتشرفت بيكم استاذ نواند وسعيد بيكم النهارده، وبنقول لكم بنوعدكم ان احنا هنجيب الميداليات بتاعتنا وانتم اللي هتسلموها لنا هنا ان شاء الله. يا رب احنا بنتمنى ده، واحنا دايما والله كابتن شعبان بنقول انتوا اكتر فئه رافعه راسنا وفي محافل دوليه مختلفه، وانتوا اللي بترفعوا اسم مصر اكتر من اي حد تاني. فبكل التوفيق لكم الدعم اكيد، خصوصا قناه الاهلي وانا اهلاوي متعصب يعني. نورت قناه الاهلي ونورت 10 الصبح بالاهلي، وان شاء الله نشوف حضرتك قريب على خير. شكرا لحضرتك، هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا.